أنا محمد العامري، والله شفت في بوث في الانستغرام عن مسابقة البحار الشراعي، حبيت أني أخوض التجربة وهذا وشارك فيها يعني، والحمد لله توفقت وطاحت يعني معها. والله متحمس جدا لتجربة البحار الشراعي مع الطيران العماني. بأماني كانت تجربة حلوة، استأنست فيها، قربت البحار الشراعي مع الطيران العماني والحمد لله جبنا المركز الثاني، ونتمنى لهم التوفيق في الباقي الجولات، وشكرا عمان للبحار.